الساعة 4 هذا السجل الوطني مواصلين معاكم في ساعتنا الثانية. بعد شوية يلتحق بنا ضياء الدين الكري في موضوع الزقوق والمولد وما أدراك من الزقوق. جدل كبير بين 54 حتى 60 دينار، هذه الأسعار اللي قاعدة الأسواق اللي قاعدين نسمعوا فيها. شنو الحكاية؟ ليه زقوق طلع هكا؟ والواه الكلفة اليوم تقريبا تاع العصيدة تفوت لمية دينار. شنو الإشكال؟ علاش بما أنه منتوج محلي وطني علاش الأسعار غالية بهالدرجة؟ بعد شوية التفاصيل اللي جاوبنا عليهم ضياء الدين الكري في عينك على الإدارة، وأصواتكم توصل في آخر الساعة في فقرة حضرة المواطن. تودزويت الانترفيو. الانترفيو مع زينة. ضيفي منزعج متغشش، مفهمش عليه متغشش، خاطري باركو للمسؤولين الجدد على التعارف على الهدايا. علاش متغشش احمد شفتر الناشط السياسي؟ اهلا وسهلا، مرحبا بك في استوديو الوطنية. لا بالعكس، لابد ان ساعه. شكرا على الاستضافة، وتحية الى كل متابعي قناتنا الوطنية، القناة التي كما قالها الأستاذ الرئيس لابد أن تنخرط في مرحلة تحرر وطني، ولعل هذه تعتبر من البدايات أن يوجد برنامج سياسي من أجل التداول حول ما يهم الشأن العام في تونس. فيما خص الغش، لا يعني نفدلك أكثر مني حاجة أخرى. اليوم ممكن كتبت تدوينة أخرى، قلت وبكل جدية، من فلسفة المشروع أن يكون هناك تداول، لأنه هذا المشروع مبني على فلسفة وله شفراته الفكرية. نعم. بحيث أنه حينما جاءوا التوانسة وثاروا على منظومات قديمة كان لابد أن يبنيوا وفق خصوصيات في خصوصياتهم تصورات حتى سياسية جديدة، منها أن في داخل الحكم لابد أن يقع التداول. ليش؟ لأن هناك مجموعة من التجارب في العالم ضحت الشعوب بملايين الشهداء من أجل أن ترسم منها أشكال جديدة وأنظمة اقتصادية جديدة، لكنها باءت بالفشل. مثلا تجربة الاتحاد السوفيتي حينما انتصرت الثورة البولشيفية، هناك الملايين من الشهداء والمناضلين اللي ضحوا من أجل هذا، لكن في نهاية المطاف شفنا كيف انتهت الاتحاد السوفيتي، والسبب واضح، هو هيمنة الحزب الشيوعي في تلك الفترة على كل مؤسسات الدولة، الشيء اللي خلى مجموعات من المستكرشين وخلقت نوع من البيروقراطية التي ذهبت في اتجاه مختلف واللي أدى في نهاية المطاف. وعديد من التجارب الأخرى، أخي نحن حتى في حكم الحزب في داخل تونس، وجود الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري الديمقراطي، كانت هناك هيمنة واضحة للعناصر الحزبية على مؤسسات الدولة، الشيء اللي انتهى بما نحن عليه الآن. وعليه فإن من فلسفة المشروع التداول سيكون ضرورة لكي لا نخلق من جديد نوع من المستكرشين، وهذه شدة لحظها في عملية وغير. إدارة المجالس المحلية التداول كل 3 شهور، والآن حتى في داخل وظيفة التنفيذية 24 تغيير فرد وقت لا يعني أن كل الولايات كانوا فساد. سيد أحمد، باش نرجع لها حركة الولايات وباش نعطيها وقتها، حركة الولايات والتحويل الوزاري اللي سبقها، ولكن ما زلت مكبش أنا منزعج من زوز حاجات مقلقينك. قلت كون جي خالص توا جماعة ما ترقدوش الليلة، يزيكم تيزيفو تنجموا ترقدوا حتى للستة سبعة متاع الصباح، ما عادش تتقلقوا. حتى نهار 6 أكتوبر. نهار 6 أكتوبر. اللي هو جماعة شكون ساعات يقولوا لنا ما ترقدوش؟ جماعة ساعات اللي داعمين، مش الناس كل تجي تقول لنا ما ترقدوش، ها فما حاجة باش تصير. ومنزعج أيضا تقول وصفة من أجل تأبيد الفساد، المسؤولين الجدد كثروا لهم المبروك مبروك مبروك. علاش؟ لأنه من المفروض هم جايين باش يقوموا بواجب، وهم سيتقاضون شهريهم على انهم يكونوا خدمه او عند ابناء الشعب، صاحب السياده، موظفين. دونك انك تتحط والي ولا تتحط وزير ولا تتحط معده ولا معتمد، يعني ما ثمش علاش باش نبارك لك. معناها في نهايه المطاف ممكن نبارك لك او نحييك حينما سارى منجزك، لكن قبل ذلك هذه مجرد توصيات. لانني اعي جيدا ولي من الامثله الكثير، حينما يتنصب ولي ولا معتمد اللي يسبقوا اللي يجري الاولين عاده، لكن اللوبيات اللي عنده مصالح مباشره من شغل الوالي اللي عنده رخصه يحب يحافظ عليها، واللي ما نش عارف فما هناك نوع من اللوبيات ما زال موجود، وخصوصا من ابناء من اصحاب المال الفاسد، يبدو يحوموا حول المسؤول ويركحوه. اللي عنده ولادات يقريوا لبرا يمشوا يعطوهم الهدايا غادي، اللي يجيه قجوا الحوت في المان، اللي يجيه قجوا الدقله،
لله. هذه حقيقة نعيشها وقلناها 10,000 مرة. اللي يحب ياخذ مشروعيته الحقيقية ياخذها من أبناء جهته، من أبناء محليته، حينما تشتغلون مع أبناء الجهات تلك المشروعية والشرعية الحقيقية اللي تضمن لكم البقاء واللي تعطيكم معناها أجرا عند شعبكم وعند ومعناها في حياتكم. وعليه خلينا نبعد أكثر من نجم على المحابات وعلى المجايدات وعلى المجاملات. جميعنا مطالب أو جميع المسؤولين مطالبين أنهم يكونوا يشتغلوا لأبناء الشعب في كل المحليات وكل الجهات. نرجع لك توا للحركة الولايات اللي صارت البارح، حركة شاملة 24 ولاية. قراءتك سيد أحمد، وهل تقريبا فما إجماع عندكم في أنه الحركة جات بنوع من التأخير ولكن كان لازم تصير؟ كما باش نرجع من الأول لفلسفة المشروع، المشروع مبني في جوهره على حاجة اسمها التداول. أوترموندي باش ما نعرقوش، باش ما نشبكوش مع الولاد، فإننا لابد أن نغير المسؤول في كل بيريوديك مرة في 3 سنوات. مثلا في المجالس المحلية يترأس المجلس واحد كل مرة كل 3 أشهر، وتصعيد ولا اختيار ممثل المجلس المحلي في داخل المجلس الجهوي يتم أيضا بالتداول. هذه من بين فلسفة المشروع لكي نقاوم اللوبيات والتشكلات والبيروقراطيات داخل منظومة الحكم الجديدة، لأن لعل ما تعانيه الأحزاب الكلاسيكية هي مثل هكذا أشياء. تلقى أمين عام يقعد حياة عمره أمين عام، وكأني هل الحزب مش قادر باش يبدع، مش قادر، ما فيه الشباب. كيما في النقابات أيضا يا أخي، عملية التمديد في النقابات تدخل ضمن الإطار، لأني منظومات الحكم وطريقة إدارة الشأن العام في الماضي كانت مبنية أساسا على المحاصصات، كانت مبنية أساسا على 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 المصالح. المنظومة الحكم الجديدة أو النظام السياسي الجديد سيكون مبنيا على ديناميكية في داخلها سلطة رقابية من أجل مقاومة كل أشكال الفساد في داخل الدولة. بالتالي التحوير الوزاري ينطبق عليه نفس الرأي. نفس الرأي، وخصوصا وأن نقوله نحن اليوم من يترأس الوظيفة التنفيذية هو الأستاذ الرئيس. وراكما أحبابنا وكرهنا من التجارب، وانفتحت وبدأت تظهر هناك كوادر حقيقية بكفاءات معينة. أولا الملاحظة، المحاصصات قد ماتت، بحيث نجم تلقي في داخل رجالات الدولة الآن من عنده ميولات إسلامية أو يسارية أو ما عندوش اهتمام بالسياسة أصلا، لأننا بصدد بناء دولة ماهيش مبنية على المحاصصات أصلا، بقدر ما أني ستكون وهي الآن بدأت تتكون على أساس الكفاءات. إذن كان نحلل حتى في داخل المسؤولين، شوفوا ثم ميل واضح، لأن أبناء نفس الإدارات هم من يتحملون المسؤوليات. أغلب الوزارات الآن هي تدار من طرف أبنائها اللي عندهم تاريخ على قاعدة أن تكون الأيادي نظيفة. إذن فإنه هذه الفلسفة، يعني المداولات والديناميكية اللي باش تتخلق هي دائما من أجل البحث على النجاعة الأمثل في إدارة الدولة في المستقبل. تحوير وزاري تقريبا كان شامل باستثناء 5 وزارات، ال5 وزراء اللي قعدوا قراءتك، هل على خاطر ربما الكفاءة أكثر، هل على خاطر ربما ما زالت عندهم الباساسيون بتنجمش تصير فجأة في ال5 وزارات هذيك؟ علاش؟ أنا نتصور عامل النجاعة، يعني عامل النجاعة وعامل الكفاءة كان محددا في أنهم يتواصلوا، هذوما أبار كونه ثم مواقع حساسة. يعني وزارة الداخلية ريسامون باش تبدل وزير بوزير واحد آخر، وزارة المالية نحن الآن أمام أبواب منها بناء ميزانية 25، دونك ثم حالة من التواصل. أنا مثلا من الشخوص اللي نسمع، ما نعرفهاش بصراحة، لكن نسمع لها كثير من الكلام الجيد، اللي هي وزيرة التجهيز، أيضا وزيرة العدل بانت كونه منها امرأة المرحلة بأتم معنى الكلمة. دي قلت لك هذا ما عاديش في معلقات خاصة، أما حسب ما أتابع فإني هذه من الكفاءات اللي فعلا خلقت نوع من الاستقرار. لعلي هذه أهم العوامل اللي بقاوا منها 5 وزراء من الوزراء القدم، علما وأنه بينصير تغيير الوزراء أيضا فيه عامل آخر. ما دمنا قد غيرنا رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة رغم ليس كما يقوله العديد من النقاد
ما هوش طرطور بأتم معنى الكلمة عند الأستاذ، هو رئيس حكومة بصلاحيات، وأنا متأكد كونه عديد من الوزراء لعله من كان قد اختارهم وله الحق في ذلك، لأنه تغيير رئيس حكومة راهو رسم سياسات جديدة، البحث على نجاعة، البحث على فاعلية. إذن من دور رئيس الحكومة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية أنهم يحطوا الفريق اللي باش يشاركهم في المرحلة القادمة. في علاقة بما يحدث اليوم، في علاقة بالانتخابات قادمين عليها، باش نرجع للانتخابات، نرجع الحملة التفسيرية وغيرها، ونرجع عليكم انتم ايضا البيت الداخلي اليوم لاعضاء الحملات التفسيرية، ولكن اليوم فما جدل نوعا ما، وجدل واضح وظاهر للعيان بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية. سي شفتر، موجود فعلا، موجود اكثر من هيك، وكأن تونس تحولت الى مدرج داخل احدى كليات الحقوق. من حق الناس أن يتقيم، من حق الناس أن يتناقش، من حق الناس أن تبني مواقف. فقط نحن سنكون فرحين فعلا لإدارة الاختلاف ما بين بعضنا بما هو نقاش وبما هو جدل، وهو سيساهم في ثورة ثقافية منها في المستقبل، وسيبني الوعي الجمعي ما بين الناس. لكن نحن نعيش داخل دولة تحكمها قوانين. أنا موقفي الخاص وتقديري الخاص، وسأعطي على ذلك بعض الأدلة. المسألة مغلوطة، من يريد أن يتناول القصة من زاوية قانونية بالأساس، قلت لك مع الحفاظ على حق الجميع أن يعبر على تصوراته، جوهر القصة هو جوهر سياسي. الاختلافات الآن هي في عمقها السياسي. لعل انتبه الجميع أو أرادوا لفت انتباه المتابعين للرأي العام عموما، وكأن القضية قضية قانونية، نقول لك لا، نقول لك يعني من تصدى أو من أسقط مجموعة أو العدد الكبير من المرشحين للانتخابات الرئاسية هو الشعب التونسي. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لأنه كانك تتذكروا كان ثم في حدود 100 ولا 100 وأكثر من الناس اللي مشاو جبدوا استمارات. بقاوا منهم في نهاية المطاف الناس اللي قدموا مطالب 17 هذوما، ثم 11 منهم لم يتحصلوا على العدد الكافي من التزكيات. خرجت لنا هيك الغنية متاع البطاقة عدد 3، وخرجت لنا غنيات بعضك التضييق في تجميع التزكيات، لكن في نهاية المطاف الحقيقة كانت غير ذلك تماما. يعني أني العدد الأكبر من الذين سقط من المرشحين هو كان بقرار شعبي، بما معناه لم يمكنوا هؤلاء من 10,000 تزكية وبعدد 500 تزكية في 10 دوائر انتخابية. إذن القرار كان قرارا شعبيا. توا خلينا من 6 الأخرين اللي توفرت فيهم بعض الشروط، خلينا نحللوا ونقيموا منها كيف انتقلوا إلى القصة هذه. هناك من يعتبر نفسه معناها مترشح باسم حزب شعبي، لكن حينما تقدم لم يتقدم بتزكيات شعبية، يتقدم بعشر ولا بحداش مزكي من البرلمان، وهو حق له، لكن يكفله القانون. أنا كنت أنتظر أن حركة الشعبي لابد أن تقدم تزكيات شعبية، لأن من هناك سندخل في عملية ديناميكية. أنت تحكي على مترشح منافس، أمش نحللوهم بالطريف بالطريف، أمش نحللوهم. تحكي على زهير المغزي طبعا، على مرشح حركة الشعب. حركة الشعب اللي هي داعمة للنصر، اللي هي داعمة الجزء الداعم من حركة الشعب للمغزاوي، لأنه مثلا أعضاء البرلمان في داخل حركة الشعب هناك من لم يزكي وزهير المغزاوي، زكى قيس سعيد، وهناك من المناضلين التاريخيين في داخل الحركة القومية وبالتحديد من حركة الشعب من زكى أيضا قيس سعيد. هذا حقيقة، الوطنيون والتقدميون والنيرون هم موجودين في كل التنظيمات. ما عليناش، بقي الجزء. سمحني اللي سيد أحمد، معناها في حركة الشعب فما شكون زكى قيس سعيد على أمين العام زهير المغزاوي؟ بالضبط، كانوا عناصر من البرلمان أو كانوا عناصر مناضلة في داخل الساحة الشعبية، وعددهم كبير وكبير جدا، لعل العدد يتجاوز من زكى زهير المغزي، ولعل هو السبب اللي ما خلاهوش يجيب 10,000 تزكية. يقالوا أنهم لمدوا 14,000، أنا ما نمكن منشوف بما معناها شنو كان العائق أنهم يقدموهاش كتزكيات، وهو خصوصا وأنهم حركة الشعب بين الظفرين. ما علينا شفيه، هذه حالة من الحالات. ثم واحد آخر اللي القادة اللي يحبوا غيروا تونس من وراء البحار، هذوما المجموعات اللي كان مازال في ذهنهم أن هناك منظومات حزبية قادرة أن تفعل في أرض الواقع، بالتحديد نحن نقصد الدائمي،
دامي لماء وهو يستعد لأن يترشح لقيادة بلد أو يترشح لانتخابات رئاسية. نعم. منش عارف علاش خلى روحه لآخر الأوقات باش يغير جنسيته. أنا نقولها لعل وعسى كان يراقب عن بعد، لأنه وكأني منها الجنسية الفرنسوية في كفة والترشح للانتخابات الرئاسية في كفة أخرى. حينما أدرك أن هناك جزء من كيفاش يقولوا فيها عناصر الرباعي الحاكم، الرباعي الثلاثي اللي حكم في وقت من الأوقات من النهضة وائتلاف الكرامة ومش نعرف شكون معاهم، حينما أدرك وحس كونه هناك عدد من التزكيات سيصل، ممكن ساعتها بدأ في القصة، ولعله حينما أمضى وصحح على الشرف على أنه لا يمتلك جنسية فرنسوية، وهو للأسف الشديد كان يغلط الرأي العام. هذا النوع الآخر. النوع الثالث، النوع الثالث أيضا من وراء البحار أراد أن يخوض مثل هكذا معارك وفتحت منها حروب وبدأت لي براك فيش يقولوا فيها الباج سبونساريزي منها واحد في عديد الأماكن، من باكستان لتركيا لفرنسا لأمريكا لليونان، عديد من الأماكن الصفحات اللي بدأت تدعي لهذا. شو عمل السيدة هذا؟ جاب مجموعة من التزكيات، جاب مجموعة من التزكيات قدمها لليزي، قدمها لليزي في حين وقتها ثبت ليزي هناك عديد من الأخطاء اللي تنجم تقع، وقت قدموا له منها مجموع ملاحظاتهم، ساعتها قالوا بون نحيوا التزكيات هذه ونجيبوا التزكيات البرلمانية. منش عارف بشنو حاشم، يعني في نهاية المطاف أنت تقدمت للانتخابات عندك مجموعة من التزكيات البرلمان، أنا أتساءل كيف وصل إلى هؤلاء، لكن هم أحرار وهو حر أيضا. والتزكيات الشعبية في عملية جبان التزكيات اللي جاية من البرلمان وكأني حاشم بهم، قالوا له راه الوقت فات. هذا هذه الحالة الثالثة، يعني أني حتى من مرة من 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 عملية التقييم الشعبي اللي حكم على الأغلبية من هؤلاء بعدم الترشح وذلك بعدم تمكينه من التزكيات، فإنه أمام الجوانب الأخرى من شروط الترشح كانت للأسف الشديد مخاوزة وما كانتش منها نظيفة. لتقيم المحكمة الإدارية وليقيم رجالات القانون كما يريدين، هذا حقهم، يمضوا عراء هذا حقهم، لأننا نحن نعيش في دولة تقودها قوانين، في دولة فيها دستور يشترط عدم الترشح على من يمتلك جنسية غير الجنسية التونسية. فيها المسؤول الأول والأخير على رعاية العملية الانتخابية وحمايتها هي ليزي. نحن نخضع لمثل هكذا قوانين ويدار شأننا مثل هكذا قوانين ليجتهد رجالات الحقوق ولتكن أمثلة يتداول من حولها طلبة الحقوق في كليتهم. بالتالي الموقف أو موقف أحمد شفتر يعتبر هيئة الانتخابات موقفها سليم جدا، والمحكمة الإدارية ما كانتش موضوعية. أنا لن أنا مش ندخل بطبيعتي في تلك الصراعات، لكني أقولها أنا الآن المسؤول المباشر على العملية الانتخابية هي ليزي، والتي يقودها القاضي بوعسكر، وللتاريخ القاضي بوعسكر هذا وقع اختياره أثناء عشرية الحكم القديمة، كان باهي ولا خايب راكم انتوما اللي اخترتوه منها في نهايه المطاف، وهو الان من يترأس القصه. اذا هل 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 كيفاش البلاتوات المنصوبه منها حول مثل هكذا محاور، هذه من اجل محاوله الهروب الى زاويه اخرى في عمليه ستتم بحول الله وبالمناسبه نحن نباركوا للشعب الجزائري نجاح منها انتخابات الرئاسيه بالامس، ونتمنى ان يوم 6 اكتوبر سيكون احتفالا شعبيا تونسيا بصعود الاستاذ الرئيس قيس سعيد من جديد لمواصله بناء المشروع الوطني. في إطار المشروع والحملات ونحكيوا على الانتخابات، اعضاء الحمله التفسيريه وانت واحد منهم سي شفتر، نحب شوية نفهم البيت الداخلي ماذا يحدث في البيت الداخلي، تدوينات من هنا وهناك، منيش نرجع بالتفاصيل ومش مش نسمي لك تدوينات، انت تعرفهم اكثر مني دايوغ، شنو تفسيرك للتدوينات، لما يتم ترويج ليها عليها الحاجات اللي قاعدة تتكتب اليوم، الامور كيف تسير في الحملة؟ نحن ليس لنا بيت داخلي بالمعنى أن نحن لسنا مجموعة متراصة يقودنا، منها عندنا وحدة إيديولوجية، وحدة حزبية، وحدة تنظيمية، لا. أنا بالمناسبة هذه سأحيي حرة من حراير تونس
اللي خرجت في التزكيات خرجت من مدنين باش عملت 1500 كيلومتر ذهابا وإيابا مع بعض التنقلات، الخطر في بنفس المناسبة هو حياها الأستاذ يوم قدم تزكيات، والمرأة هذه اسمها نبيلة اليوسفي جات من مدنين، واللي هم سادون ليكزامبل. أيوة. هذه انطلقت كحرة من الحرائر، مشيت تلمت في التزكيات، دارت صرفت من جيبها، خذت النقل، هبطت لتونس، مشيت للمقر، سلمت التزكيات تاعها، اخذت معناها واخذوا بعض الصور وروحت على روح. هذه تدفع من جيبها، لا طلبت مقابل ولا طلبت موقع ولا هضمة، لأني ولكل مرحلة رموزها، هذه رمز من رمز المرحلة، وهي واحدة من آلاف من الحراير اللي قاعدين يمارسوا بنفس الطريق، وهي الآن تواصل حملة تجميع الملاحظين المتطوعي، واللي راك تقول ملاحظ متطوع على العملية مش سهلة، تأخذ يوم من زمنك باش تراقب وتحاول تحافظ على السير العادي للقصة. دونك المكتب إن وجد فإنه دوره بالأساس دور لوجستي، دور تقني، ما عنده حتى صلاحية القرار في بلاصة أي كان. هذا المبدأ. أنا تسوسني تشكيات، أنا مشيت مرة بركة كي جاءوا أولاد جرجيس جمعوا التزكيات، مشينا مع بعضنا للمكتب سلموا التزكيات ومشيت على روحي. ما المواقع هذه ما لا أحبذ التواجد في داخلها لكي لا أرى قليلا من العوج في بعض الأحيان، ما عليناش. المهم للتذكير دور هؤلاء هو دور لوجستي بالأساس، هذوما كان عليهم أنهم يجمعوا التزكيات، يعني يستقبلوا التزكيات اللي جمعها المتطوعين. أنا يعني تمنيت كانوا نشوفهم أيضا حتى هما يجمعوا ما بين الناس، ما يقلقش الأشياء هذه ما نعرفهاش. هما دورهم هو استقبال أولئك المتطوعين اللي جايين من آخر الدنيا. لكن شوف رين استقبل حد جاي من تطاوين ولا جاي من قبلي ولا جاي من جندوبة، كمان ثم حد أدنى من العلاقات الإنسانية لابد من احترام. نعم. هما ناس تجي باش تاخذ صورة، بتحب تشيخ مع القصة، ما يبدو أن هناك بعض من الاستقبال اللي ماهوش به. والبارح بركة نسمع شنو عسكر كاردو، نسمع في كلام أنا لا أتهم أحدا، لكن أذكر فقط أن دور هؤلاء هو دور تطوعي بالأساس ولا يتجاوز، ولن يكون لهم دور بعد ذلك إن شاء الله. يوم 7 أكتوبر كل واحد يمشي شداره ليحتفل أبناء الشعب بما سينجزوه، لكننا نحن شأننا العام ومواقعنا راهي تدار وفق قوانين لا علاقة لها في للناس المتطوعة في حداتها ولا بمنطق الأسار. هذا حسيته رسالة ربما أكثر منه، لكن ماكش قاعد توضح لنا بل قاعد توجه لهم في رسالة. لا أنا قلت لك أنا كده كي موجودة الحاجات هي في استوديونات على الفيسبوك، ثم ناس برشا يبعثوا لي تشكيات صح ما درتش شنو عملوا نرى مش نعرفش. أنا أهدئ الخواطر بالمعنى أن نعرف خاطر تنجم تجيك ساعات في بعض الأحيان تشكيات اللي هي مش صحيحة، معناها ينجم يكون واحد يتشكي مش نكون واضحين، ما فماش مدير حمل وعينه وتر شنو، لا ما فماش. نحن لا في 2019 ولا المره هذه عندنا مدير لحمله. نحن رانا مجموعه من المتطوعين، فقد اختلفت الظروف الان. في 2019 كان الظرف الاستاذ كان بين الاحرار وبين المتطوعين ودوروا معاه من مكان لمكان، وكان هو من يقود ما يقود الحمله التفسيريه. اليوم الاستاذ راهو رئيس لدوله ورئيس دوله كل التوانسه، عنده شغل وعنده مهام وعنده متابعته لما هو يومي، وهو رئيس كان لابد من خلق موقع لتجميع هكذا تسكيت. أنا يعني كان وقعت استشارتي نقول من المفروض حتى بمنطق لا مركزية من المفروض يتعمل مكتب في الجنوب ومكتب في الوسط ومكتب في الشمال اللي فيه تقع التزكيات، خاطر زاد سبحان الله راهي الناس تخسر مئات الالاف باش تنقل وهي متطوعه، زاد يفو كومبروندر لي جون. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى لما لا تقع توضع معايير مثلا في تحديد المراقبين جيسبا، يعني مثلا لابد ان تكون العمليه جماعيه، الخاطر سيفري يعني يكلموني اولاد من بنعروس يقول لي نحن انا 4 أو 5 جمعيات مجموعات هاجبونا ترشكون هم اللي عينوه واللي اعطوه، يعني انه امكانيات السوء تفاهم ورده جدا، لكن ماهيش قضيه كبرى. هذه مش قضية كبرى، ما دام يجمعنا مشروع، ما دام جميعنا من حول قائد وطني يقود مرحلة التحرر الوطني الآن فلا خوف، لأن يوم 6 أكتوبر بحول الله ستتجمع كل القوى من أجل إنجاح العرس الانتخابي، وإن شاء الله يكون الأستاذ الرئيس هو رئيس الجمهورية التونسية في لدورة ثانية. اتحاد الشغل يهدد أو لوح بإضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام على خلفية ما يعتبره فمش تواصل ربما مع السلطة، فمش يفتح باب الحوار.
شوف ممكن الحديث وهذا الحديث يطول لاني لمن لم يفهم ولمن لم يستوعب بعد أنه تونس جديدة تبنى، لكن قبل ذلك عصر جديد داخل المجتمع الإنساني يبنى بعد سقوط العصر القديم بكل مكوناته. في العمل السياسي أين الأحزاب السياسية الآن؟ ها اليوم ها عندهم عندهم أراهنوا على 20 مرشح ما قدروش يطلعوا واحد بشروط كاملة، لأن هذه المنظومات قد اهترأت ولم يبقى يدور من داخلها إلا بعض الوجوه العتيقة والقديمة وصاحبة الأفكار العتيقة. الاتحاد العام التونسي للشغل راه بقطع نظرة لكل شيء ذاك مكسب وطني على التوانسة جميعا أن يحافظوا عليه، لكن لعل القيادة ولنقولها يعني بصريح العبارة البيروقراطية في داخل الاتحاد العام التونسي للشغل واللي كغيرها مبنية على محاصصات حزبية أدارت أمرها النقابي بطريقة خاطئة. ما عليناش أنا مراها أقيم كمواطن أكثر مني حاجة أخرى، لكن ليعلم هؤلاء جميعا أن منطق الإضراب هذا منطق قد ولا أصبحت الإضرابات بطريقة معينة نوع من التخريب للاقتصاد ولم تعد تعطي أكلها، وخصوصا حينما لا تكون وراءها قوة اقتراح، لأن إدارة الشأن العام في المستقبل في داخلها ستبنى على المداولات ولا بد أن تمس كل شرائح المجتمع. ستبنى على المداولات بمعنى نعم بمعنى ستبنى على المداولات، يعني المداولات داخل كل المحليات أين نقولها ومن الأخر السكتارية هذه أو القطاعية الاقطاعية قد ولى عهدها أيضا، لكن هذا كله لا يعني أني من حق الشغيلة أن تكون أن تدافع وأن تطالب بحقوق، لكن إلى حد اللحظة إدارة هذا الاختلاف مع وظيفة التنفيذ يخضع لمنطق لعل في جوهره منطق سياسي. ونشوفوه ما نحن المدة هذه ثم من هم في داخل الهيكل ومن اللي جاءوا من خارج الهيكل يطالبون بمؤتمر استثنائي ويطالبون كلاهما يشترك في أني يتبرأوا من السلطة، بما معناه هو راه مش بعثته السلطة ولا يشتغلوا لصالح السلطة وهو حق لهم، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل سحبت من تحته كل الأوراق وبدأ يفقد الثقة من المنخرطين داخله. من المفروض لا بد من التفكير في مقاربات وتصورات جديدة ولا بد من تغيير على عديد المهام اللي أنا نقولها وبصريح العبارة هذه المنظمة كما كانت فاعلة في مرحلة التحرر الوطني ضمن في ظل الاستعمار المباشر وبعدهم لابد أن تنخرط أيضا هي في مرحلة التحرر الوطني، ولعل الجزء الأكبر من الشعارات ومن العناوين اللي رفعتها منظومة الشغيلة كان قد استجاب أو سبقها إليها الأستاذ الرئيس في إطار أيضا في إطار منها العمل على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي وحتى على المستوى السياسي أيضا. وختام الحوار معك سيد أحمد شفت نستدعاك مباشرة ترافقني في فقرة عينك على الإدارة مباشرة ذي الدين الكريفي وموجود في منظمة إرشاد المستهلك زجوجو وما أدراك ما زجوجو والأسعار تسويت عينك على الإدارة. عينك على الإدارة ذي الدين الكريفي تحياتي لك أهلا وسهلا مرحبا. مرحبا زينة تحياتي لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية عودة ميمونة وفقنا اليوم في عينك على الإدارة. أنا قبل الإدارة مش تعمل زورة اليوم الصباح في شارع أسبانيا في دوائر مرشية سنترال، حدث مع عدد من التجار سلت بعض المواطنين سؤال بتبيع على زجوجو. دونك مفتي الجمهورية في نهار أعلن وأكد في بلاغ لديوان الإفتاء أنه نهار 15 سبتمبر باش يكون المولد النبوي الشريف. عاداتنا وتقاليدنا خاصة في تونس هاني تقريبا في جمهورية تونسية الوحيدة في الدول العربية اللي تعمل زجوجو منتوجة زي ما معروفين بها احنا في تونس. دونك تحدثنا مع البياع، معظم البياع لقيت ما عندهمش زجوجو، تم حتى لقيت عنده زجوجو قال لي نحب نكمل الطرف اللي عندي هذه ما عادش باش نبيع. الناس تشكى من الأسعار يقولوا أنهم ياخذوا أسهم الجملة ب 48 دينار واليوم أنا لقيت زجوجو يتلاع ب 54 ألف. نسمعوا الجولة مع بعض. تفضل. بطلنا على خاطر السوم غالي وما ثماش فاتورات وداخل بعض السوق.
قماش. قماش زبوب وسلام. هذه 50 دينار و 53 دينار طالب فيها. هذاك باش تبيعه ب 50 دينار. لا يا بابا هو اللي شاريه، هو اللي جاي باش يبيع لي يحب على يبيع 50,000. مش الفلاح والقشار ولا الوسيط. الفلاح يبيع فيه من بلاصته من الدار ب 48 و 47 دينار. القشار يجيك لهنا يقول لك ب 51,000. قداش تبيعه انت لهنا في تونس؟ دوك السنه ماكش تخدم زبوب. مش خير. 54 53 قداش باش يبيعوا ملاذية؟ صحيح، دونك احنا زاد سبق وتواصلنا بوزارة السلاحة، تحدثنا مع كهيت مدير الفني بمكتب استغلال الغابات بوزارة السلاحة في الحبيب القشوري، اللي أكد أن تقديرات منتوج زقوق العام هذا هي 364 طن. عندنا شجرة الصنوبر الحلبي متوفرة في 11 ولاية، تم 360 ألف هكتار من غابات الصنوبر الحلبي، ومقاسمين 159 مقسم في 11 ولاية. عملية جمع زقوق بدأت يزينا من شهر نوفمبر توصل حتى شهر مارس، دونك شهر مارس كمل جمعنا زقوق وبقى مع عملية التخزين. التويكة احنا في شهر سبتمبر باش يبدا تويكة التوزيع، والاسهم معناتها اذا كان باش يقارنوا بين العام اللي فات والعام هذايا ثم وفرة في الانتاج والاحتياطي اللي عندنا معناتها المنتوج نتاعنا لاباس. نسمعوا تحبيب القشوري ونرجعوا. بالنسبة للسماء معناها الكمية المقدرة 364 طرناطة مقسمة على 159 مقسم و 11 ولاية باش نبيعوا مثلا. الطريقة نتاعنا نحن في كل ولاية عندها الخصوصية نتاعها، عندنا عدد مقاسم وكل مقسم نحطوا الحدود نتاعه والمساحة نتاعه والكمية نتاعه ونعرضوها في الولاية، وكل إنسان يرغب في بناء المنتوج هذايا يتجه للدائرة هذيك ويقدم مطلب الغرض. احنا عندنا قانون نمشيو به، الأمر عدد 1656 نبيعوا فيه مراكنة. هذوما المبدأ العام نشروا باش تصير هناك منافسة، وكل لون نحطوا فيه معطيات معينة وتجينا في نفس اللون مطلب 2 3 4 5 نحلوا فما دي جنب هذيك ونتريبي له اللي يعطينا أكثر من الوسطاء. هذوما كان صحة العبارة، الوسطاء هما اللي يجيو يجمعوا الصنوبر الحلبي. فسر الطريقة. هو الطريقة كيفاش؟ هما هذوما ماهوش وسطاء، هذوما الناس الأغلب نتاعهم هما من متساكن الغابات، هما يقوموا بعملية الجمع، خاطر احنا دورنا كإدارة باش نوفروا هالمنتوج هذايا. الفترة هي تبدا نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس أبريل، بعد يتم تجميعه عملية التخزين تتم عن طريق وسطاء. وشوفوا السنة الكميات المصرح بها بالمخزون تاع حبوب زقوقي إلى غاية 23 أوت 2024، عندنا 105 طن. عملناه عندنا في نفس الفترة 95 طرناطة. احنا كإدارة كي نفوتوا في المنتوج هذايا فوتوا نبيعوا فيه معناها فهمتوا على واقف معناها على الأشجار قائم بدو دينار. احنا ما نجموش نحكيو على السوم لأنه مش دور نتاعنا، احنا دور نوفروا هالمنتوج هذايا. معناها الانتاج نتاع زقوق وذي ادي الكريفي زاد 11% على عام ناو، اما السوم طلع على وفرة الانتاج، اما السوم يزيد. كيفاش كيفاش هذا اللي هو السؤال؟ دونك شكون الاطراف؟ احنا اتصلنا بوزارة السلاحة، شفنا البيعة من وزارة التجارة. وزارة التجارة هي ما تتدخلش في الاسعار، هي مش مسعرهم. نعم بيه، ولكن وزارة التجارة تتدخل اذا كان ثم اخلال او ثم احتكار. احنا باش نزيدوا نعرفوا اكثر معناتها من اهل الاختصاص، معايا سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة الوطنية لشدة المستهلك، باش نسالوه. صباح النور سي لطفي. صباح الكل، تحية ليك وتحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معاك. تحياتي زينة. شكرا سي لطفي، باش نسالوك على كلفة العطيدة. قداش تكلف العام هذايا على العائلة التونسية مثلا، عائلة متكونة من 6 افراد؟ علاش الزقوق غالي هكا واحنا عندنا الانتاج متوفر بزيت؟ وين الخلل بالضبط حتى رايك؟ نمشيو للتكلفة، التكلفة نشوفوا عمناه ولا تكلفته تقريبا بين 180 و 200. نعطيو كيفاش مقادير الزقوق، عائلة من 6 افراد تتحقق 2 كيلو. اللوز عمناه ولا الزقوق عمناه ولا 30 دينار، اللوز عم ناول 36 دينار، البفريو عم ناول 42، الفستق عم ناول 90، البندق 180، الزوزة 50، الحليب مركز اللي استعملوه في تحضير العصيدة على 9000، المنشاة زاد كيكا 2200، والسكر 2 كيلو على دينار 40. بالنسبة للسماء عم ناول تكلفة تحط ما بين 180 دينار. بالمقادير هذه اللوز والفريوة والفستق هذا تقريبا 300 جرام، البندق 200 جرام، الزوزة 300 جرام، السناء الزقوق ب 54 دينار، اللوز ب 39 دينار، البفريوة 97 دينار، البندق 190 دينار، الزوزة 50 دينار، الحليب زاد تقريبا دينار دينار 50 والماركة الحليب المركز 10,000، انشاء تقريبا قاعد في نفس السعر 2200، والسكر قاعد في نفس السعر، يعني بتكلف ب
دي المقادير هذه كما قلنا 300 جرام بالنسبة للوز والبوفري والفستق والزوزة و200 جرام بالنسبة للبنطق تتكلم بين 250-270 دينار بين 250-270 دينار عمناول كانت بين 180-200 دينار معنى الزيادة في حدود 70,000 في زيادة نجم تقول كيكة بي 50-70 دينار يعني نجمه في المقادير نقصه كما نجمه نزيده أنت والعائلة من 6 أفراد تعرف علش 6 أفراد يأخذوا جزء كيلو لخطر العائلة تزيد ديما كي الطيب الطيب جيرانها والطيب العائلتين عائلة البو عائلة الراجل وعائلة المرأة وبالطبع واللي كانت تحب تذوق حناتها واحنا ماشيين علاش عندنا وفره في الانتاج علاش هذا هو الاشكال هذا الاشكال عندنا وفره في تقريبا الانتاج 105 طن عاملين 95 عاملين تبيع ب 25.30 اثنين ب 95 طن 205 زادوا وصل ل 54 هنا الاشكال ونقطه استفهام كبيره عندنا كما نعرفوا كل اللي الانتاج يوفى في ابريل عندك ماي وجوان وجويليا وقود أربع شهور هذم الأربع شهور هذم كل تخزين برك مشي 30 دينار الخاطر يخرج وهذا مشكل كبير اللي كيفاش بطلعوا في السعر في التخزين التخزين نعرف مشكلة التخزين اللي وهنا خوف كبير سوى النسخة مرة أخرى نعرفوا اللي مادة الزبوبو حساسة برشا وطريقة التخزين متاحة تعرض الأمداد في طايمة تعرض الأمداد تعرض المادة الفرشتين وهنا إشكال آخر هذا نرجعوا لل المنتوج نحن كما ذكرتوا عندنا 364 طاقة الاستغلال من نجمعه كان 105 طن هذه هي نقطة الاستفهام الكبيرة علاش نخليه منتوج ما نزرعه ما نجمعهوش من ناحية وعلاش نحافظ على كمية معينة اللي تقارب ما بين 90 ل 100 كيلو طن كل عام هذا هو هذا هو سي لطفي هذا هو السؤال اللي كنت نسأله لك دايوغ هك جاوبت عليه من غير ما نسألك يعطيك صحة ولكن اليوم وفي أقل من 30 ثانية جاوبني سي لطفي باش نختم هل فما إقبال الناس شريت ولا ما شريوش بالأساس الإقبال مش موجود معناها تحكي على 270 ألف فما شكون شري فما منها زقوقو هذا السنة قليل العائلات اللي شريت وهنا الكلفة غالية ونرجعوا نحن الاشكال كيزم يتحل على مستوى وزاره الساحه كونه طاقه الاستغلال لازم ناخذها الكل ما ناخذوش 25% منها يعني نفس الاغلاف التخزين والوسطاء اللي بين الفلاحه الياسمه وبين حلقه الانتاج ككل شكرا جزيلا ميرسي بوكو ذي ادي الكريفي شكرا لك سي لطفي عينك على الاداره تلقاو على صفحتنا لراديو تونيزيان الاذاعه الوطنيه التونسيه ولا صفحه البرنامج استوديو وطني نخدم معاك سي شفتر الاسعار الاسوام 275 و250 سكوكو في وقت نطالبوا بتخفيض المقدره الشرائيه في حلقة ضعيفة هذا منتوج ما نستوردوهش انتاج تونسي 100% يوصل 275 ألف كل فرد وزيد من تجي عودة مدرسية حيث أن وكان العائلات ستحرم ورغم أنفها من زوج على عموم القصة هذه قصة زوج وغيرها من الثروات الغبية هذه لابد لها من مقاربة جديدة لأني حتى الأعشاب الطبية ومجموعة من الأشياء عملية إدارة استغلالها فيها كثير من التساؤلات وأنا نقولها وننصح وبصريح العبارة لن ينخفض السعر إلا بالوفرة الاقتصادية والوفرة الاقتصادية تتطلب وبمراقبة حلقة الانتاج بالضبط عملية التوزيع وعملية التخزين وأنصح أن تتشكل شركات أهلية في داخل هذه المواطن المواقع الغبية لعل سيكون لها تأثير مباشر على التحكم في التكلفة شكرا جزيلا سيد أحمد على حضوركم معنا شكرا لكم على حسن المتابعة أجمل تحية زينة زيدي وكامل الفريق استوديو الوطنية موعدنا يتجدد غدوة إن شاء الله تدفيت خليكم مع آخر أخبار الرياضة مع شهير بالحاج بسلامة في الأمان